بقالي اكتر من ساعه واقف تحت لحد ما شفت مامتك وهي نازله من البيت. طب اتفضل اطلع بره. ايه ما بقيتيش طايقاني؟ خلاص بقيت كخه في ايه؟ اوعى بقول لك احسن اصوت ولا عليك الناس. هتصوتي هتصوتي وتلم الناس تقول لهم ايه؟ بتهجم عليكي؟ محدش هيصدقك. في ايه في يوسف مش فيا يا ليلى؟ ها اوعى. تحب اقول لك في ايه في يوسف مش فيك؟ عايز تعرف نفسك على حقيقتها؟ يا ريت. يوسف راجل، لو قلت له انا مش عايزاك هيبعد عني، مش هيعمل اللي انت بتعمله ده دلوقتي. وطبعا عشان ما يعرفش ليلى وعشان ما عاش مع ليلى. عرفتي بقى انا بحبك قد ايه؟ انت كداب، انت عمرك ما حبيتني اصلا. انت متضايق عشان انا قلت لك لا، مش قادر تصدق ان في واحده قالت لك لا، في واحده فضلت واحد تاني عليك. ما يهمكش اذا كنت بحبك ولا لا، هرتاح معاك ولا لا، لانك انسان اناني. والله وانت بقى اللي ملاك ونازل من السما. بس برافو عليك ان انت قدرتي تضحكي على الواد. انا بقى مش هسيفك.